السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الأعزاء. ديما فعاليات معرض باريس للسيارات شركة جاكوار رانج روفر تشنات السيارة ديالها الجديدة لاند روفر ديسكافري 2017 الجديدة كليا، حيث حصلت على تغيير جذري في التصميم الداخلي والخارجي، وأيضا كتميز بمواصفات وقدرات غير مسبوقة. ومن الجيل الأول اللي بان قبل 27 عام باعت الشركة أكثر من 1,200,000 نسخة في المسيرة ديالها حتى لدابا. حصلت سيارة لاند روفر ديسكافري موديل 2017 الجديدة على تصميم خارجي أنيق وأكثر جاذبية، من غير أنها احتفظت ببعض الجينات الأساسية لهذا الموديل. ولعل من أبرز هذه العلامات هو أنها تزودت بسقف متدرج، اللي هو علامة اللي كتميز حياة هذه السيارة الأسطورية، وكما تزودت أيضا بدعامة السقف الخلفية. ومن تصميم الأمامي لهذه السيارة جات متميزة بمصابيح أمامية أكثر جاذبية ومتزودة بتقنية إضاءة النهارية LED، وذلك كيعطي السائق درجات من الوضوح كبيرة أثناء القيادة. وما نساوش تزويدها بكالوندر أمامي نحيف أكثر وخذ شكل معزول ومصبوغ بمادة الكروم، بطبيعة الحال وجود شعار الشركة المصنعة في المنتصف. أما على البارشوك الأمامي لهذه السيارة فجا كيحتوي على عدد من الإنحناءات وخطوط مبينة كتأكد هوية رياضية لهذه السيارة وتمنحها جاذبية كبيرة، لذلك يمكن لنا القول أن المقدمة ديال هذه السيارة جات ساحرة كتخطف قلوب اللي شافها. أما عن التصميم الخلفي لهذه السيارة هو الآخر جافي لمسات من الإبداع، حيث تزودت مصابيح خلفية أكبر في الحجم ونحيف أكثر، هذا بالإضافة إلى تزويدها بتقنية الإضاءة النهارية LED. والباب الخلفي جاء أكثر بروزا وكيحمل في المنتصف شعار الشركة. وكما أن السيارة ديسكافري جديدة جات بخيارات من الألوان متعددة كتوصل إلى 18 لون مختلف، وكما تتوفر المرة الأولى بديجونت قياس 22 بوص. ومن الداخل كتحتوي على إيكرون كبيرة قياس 10 بوص مع 14 سماعة من نوع ميريدين. وأيضا تزودت هذه السيارة بتقنية ديال التدفئة أو التبريد في المقاعد الصف الأول والثاني، والمرة الأولى في قطاع السيارة الدفع الرباعي غتكون مقاعد الصف الثالث حتى هي مزودة بالتدفئة. أما من الناحية الميكانيكية لهذه السيارة ديسكافري فكتوفر بعدة نسخ من لي موتور فيها 6 سيلندر، بحيث زودت هذه السيارة بموتور ديزل 6 تي دي 6 بقوة 258 شوفو 600 نيوتن متر في الكوبل. وأيضا النسخة الأخرى زودت موتور إيسونس سي 6 سوبر تشارج في 6 مطور من لاند روفر، 6 سيلندر والسعة ديالو تقريبا 3 لتر، بحيث كتوصل القوة ديالو 340 شوفو و 450 نيوتن متر في الكوبل، بحيث كيتوفروا لي موتور كاملين على جير بوكس اوتوماتيك 800 سرعات كما غتشوفوا امامكم دابا على الشاشه. مواصفات السياره ديسكافري. احتفالا بتدشين سياره جديده لاند روفر ديسكافري، من المقرر انه غادي يتم اطلاق هذه النسخه ثلاث الوان خارجيه وثلاث الوان داخليه مختلفه، حيث غادي تكون باصدار محدود وحصري وذلك ب 2400 سياره فقط. هنا تكون سالت الحلقه ديالنا، شاركوني بالراي ديالكم في السياره ديسكافري. الى عجبتك الحلقه ما تنساش لايك سبسكرايب، نضرب لكم موعد في الحلقه القادمه. السلام عليكم. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الاجراءات التاليه: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.